يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. قال كان جات مصيبة في البلد نادي منه إسماعيل الولي دي جريدة المجهر. الكلام ده البرعي قاله في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجن موجود السي تلقاه هناك مسجد أم درمان الكبير في مكتبات ديوان في قدامه تلقاه فيه. قال دي جريدة المجهر أو المجهر المجهر الاثنين يعني في يوم الاثنين 28 أغسطس 2017 الموافق 6 ذي الحجة يعني في 6 من شهر ذي الحجة 1438 هجرية يعني أمس الليلة الثلاثاء وده أمس الاثنين. أيوة طيب جايبين هنا في الصفحة الأولى ذات الصفحة رقم 4 عفوا رقم 4 ذي الأولى ولا ذي الرابعة الواجهة مش الأولى الواجهة الأولى. طيب قال بعد صمودها لأكثر من 100 عام إيش نص صمدت أكثر من 100 عام قال انهيار قبة الشيخ إسماعيل الولي. ده الناس الجريدة ما تقول نحن نتكلم في الناس الجريدة براون جابوا الشغلة دي لازم نعلق على لأنه قال كان في الشدائد جات مصيبة نادي إسماعيل إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل قال كذي. أيوة قال انهيار قبة الشيخ إسماعيل الولي أبرز المعالم الأثرية بشمال كردفان. دي القبة كانت طبيعية ودي هنا بجاي اتكسرت جابوها ناس الجريدة اتكسرت قال بعد 100 عام قبل 7 سنوات قبل 7 سنوات من الآن الغفير بتاع القبة ناس جريدة الدار جابوا الكلام ده الغفير ضابحينه من الأضان للأضان كر تاع الغفير نحن هم نقول ضبحوا الناس دي شغل تكفيريين ده ما حقنا دواعش وغيرنا وتكفيريين ده شغل شبههم كذي نحن بنقول للناس خلوا عقيدتكم في الله تمام الزول يفكر بالراحة كذا زول الغفير اللي بحرزه ضبحوه ما حماه اللي بحرزه ذاته ضبحوه ما حماه يحميك انت من آخر الدنيا والناس اللي بيتعصبوا لهم يقول لك واحد كاتب في الفيسبوك قال ما في شيء القبة تهدد وانتم ما بتؤمنوا بالقضاء والقدر الكعبة ذاتها تهدد قال الكعبة تهدد ايوه بالسيول انت بتقيس الكعبة على دي الله قال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مش بشمال كردفان للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات دي بتتلاقي في أوضة في الدنيا إلا في الكعبة فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلى آخره ودي قبلة المسلمين انت بتقيس الكعبة بيدي والكعبة دي الله قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ده عمل صالح كونه تبني الكعبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لكن ده عمل صالح تبني قبة ده من دين الله سبحانه وتعالى ودي رسالة المساجد يا ناس المفروض تكون كذب والله الذي لا إله غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري لعنة الله على اليهود والنصارى ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها
يحذر ما صنعوا، ذا من باب التحذير. ولولا ذلك لأبرز قبره، أي رأنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن أم حبيبة وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهن، ثلاثة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، أن أم حبيبة وأم سلمة لما هاجرتا إلى الحبشة رأتا كنيسة يقال لها ماريا، كنيسة هناك قد نصارى، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيها في هذه الكنيسة تصاوير فيها صور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره. دي في بلدنا فيه ولا ما فيه؟ بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. ما كلام خطير. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. حرام. هسي تمشي المغابر تقعد في قبر، أقرب زول بالكذا يقول لك حرام حرام زحزح، ما تقعد في القبر. طيب الحديث اللي فيه والنهي عن الجلوس في القبر، ما فيه والنهي عن البناء في القبر، ليه تبني؟ وساوي إنه المغابر تلقاه زي الدواجن قفاصة قفاصة قاعدة، والله الذي لا إله غيره، وتقديس، ويجوا الزول مات غسلوا كفنوا رفعوا أربع أنفار ودوا المغابر، حفروا المطمورة وحفروا اللحد ودفنوا جوا، مش خلاص ده بعد عمل انقطع زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أي إلا من ثلاثة، صدق جاري علم ينتفع به، ولا صالح يدعو له. أي بعد دفنوا بعد يومين ثلاثة يجوا جماعة طلب وبنى ومقاول عليهم ربه، يجوا يتلموا يسووا قبة، بعد شوية بوهية، بعد شوية باب، بعد شوية ترباز وطبلة. تقول له ان الطبلة ليشنو الترباز؟ يقول لك عشان ما يجوا الكلاب يخشوا، ولا يجي زول بالليل وهابي يهاجم القبة دي، ولا زول مجرم يجي يكسرها يهاجم القبر. ايوه طيب. وفي الشدائد بتنادوا منه بيناديوه، طيب ده مطبول بالطبلة يا اخي، الزول لما طابلينه الزول لا لو حي الا تفتح شنو المفتاح اول شيء، الثاني شيء شنو؟ وكلام كثير. والى الاسف الكلام ده يا جماعه بقولوا برفات، ما تستغرب انه انا مركت لك من الموضوع الكتاب جيت في الموضوع ده، لانه ده مهم جدا. بقولوا برفات، بروفيسير كان مدير جامعه ام درمان دي هنا اسمه حسن فاتح غريب الله، بروفيسير ألف كتاب اسمه يستنبئونك، كتاب أخضر تلقى الغلاف، تلقى في الغلاف يستنبئونك مكتوبة كبيرة بالأبيض. قال سألوه قال له يا شيخ كلمة ها وهو وليلى من أسماء الله، قال إذا قصدت الله ممكن تذكر بهذه الأسماء، إذا قصدت الله تقول ها ها بتكون قصدك الله سبحانه، وإنت قاصد الله تؤجر عليه، هو وإنت تؤجر عليه، ليلى 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 تؤجر عليها. جاب ليلى معه معها مع اسم الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله كل مصايب في البلد دي. قالوا لي هذا يا بروف ده مناسبة الكلام، وديل ديل ديل تنسيبهم لأهل الصفة، ديلك صحابة يا أخو، ديلك فقراء من الصحابة رضي الله عنهم، قال الله فتح عليه خلى الصفة بيقى سوى له بيت براء ما في، واحدين مرقوا من الصفة مرقوا زي سعد بن أبي وقاص خير من نزل الصفة، بعد ذاك شنو مشى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء ومعه غنيمات يتبعها، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، بقى متخفي من الناس مشى يذكر الله وترك الفتن والدنيا وما عليها وذهب رضي الله عنه. ما عملوا طريقة براون، طريقة كذي وطريقة كذي. قالوا لها بروف الولي بعد يموت بيمرق من قبره، مش ده سؤال الطفل بيجاوب عليه؟ أي. قال أي ممكن الولي بعد يموت بيمرق من قبره ويقضي حوائج مريديه
ثم يعود مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى قال في سورة ياسين: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو لا يرجعون، ما بيرجع إلا يوم القيامة. هذه كلها مصائب في البلد دي يا ناس، ولا بد من ذكر هذه الأشياء والتحذير منها. ويقول لك أنتوا عقيدتكم يهودية وأنتوا كذي، ده فعل اليهود البناء على القبور، زي سبق لك الحديث، سبق ذكر الحديث، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم أيضا، ده في البخاري، في صحيح مسلم عن أبي الهياج رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهبعث على شنو؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا أو صورة إلا طمسته أو طمستها. أي صورة تطمسها طوال، أي تمثال تكسر دائما، أي قبر فوق تنزل تحت، ده أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال 100 سنة مشيدة ووقعت، ما كانوا يثبتوها. ناس زول بيقول لك أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمال، في كتاب الختمية بتاع النور البراق، يقول أنا عرشها والكرسي، ده عبد الله العيدروس، أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كلام وذاك بتاع القادرية: ذراعي من فوق السماوات كلها، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. لحد ما قال: أنا كنت في العليا بنور محمد. ذيل تابعين على الصفة للصحابة، ذيل تابعين للصحابة، صحابة يقولوا كذي. قال: أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، ده بتاع القادرية في كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، صفحة 63-65، اسمه إسماعيل محمد سعيد الحاج البغدادي، ده تابع قال للقادرية، بيحكي عن شيخ: أنا قال كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي، وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي، وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. بعد ذاك ذكر إنها قال لهم باختصار كذي: أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا. قال لهم أنا الواحد، وبعد ما لسه متواضع، قال: وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي، وقالوا: يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكتي، ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. ده دين يا جماعة يدان لله تعالى به، بل ده موضوع بتاع لعن والله الذي لا إله غيره، كلها مصائب. همشي يا الناس، همشي المدينة، مش في صحابة هفضل ديل ولا الصحابة؟ صحابة عديل اللي ورونا حمزة رضي الله عنه قبة كم متر، كم متر قبة ولا مدماك ما فيها، مضعب بن عمير كم متر قبته،
ولا مدماك، بل الدوى الذي رفع السماء وسكت الكثيرون رغبة أو رهبة. وناس مدافعوا ساي بيتحركوا لما تقول الكلام. والله يقول في القرآن: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ناس يخالفوا الدين، ما سمعنا طريقة تابعة لمصعب بن عمير ولا لأبي هريرة ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي. وديل أولياء كلهم ولا ما أولياء؟ مش أولياء رضي الله عنهم جميعا؟ أي ليه البلد دي أي زول غلبته الشغلة يسوي طريقة براه كل يوم طريقة جديدة، طريق الكذب والجماعة الكذب والحزب الكذب. خلوا درب الرسول ليه صلى الله عليه وسلم، ما تبقى مع أي زول، لا أنصار سنة بشتى أجنحتها كلها خليه، لا تكفيري لا سروري تابعين للتكفيري ديل بجنب، ولا بلاغاتي بتاعين العفش ديلك املوا الصف الورا عفش بقج وكافاتيريا وحاجات ورا خاتينا وشايل له الرز، يجوا من باكستان يجوا يسووا الرز هنا في السودان ياكلوا. مصايب كلها وبلاوي في البلد دي والله الذي لا اله غيره. ولا جماعه ولا بتاع الجلابيه ديك المقلوبه، واحد جيب ورا واحد قدام، كله خليه طرق كلها، لا حزب امه لا حزب لا تحرير لا اي جماعه والله الذي لا اله غيره. قادريه نسبه لمنو؟ عبد القادر. درب الرسول مال صلى الله عليه وسلم. تجانية نسبة لمنو؟ التجاني أحمد التجاني. درب الرسول ليه خليته صلى الله عليه وسلم. شاذلية نسبة لمنو؟ أحمد الشاذلي. ماله درب النبي صلى الله عليه وسلم. وديك بيجاي ختمية نسبة للختم محمد عثمان المرغن، ودي البرهانية نسبة للبرهاني محمد عثمان عبد البرهاني. كلها طرق جماعات. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أبقى براك في الدرب ده في الحق تابع النبي صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين، الله قال كده عن نفسه سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين، وذكر خمسة من أولي العزم من الرسل في القرآن في آية واحدة إلا في الآية دي ولا سورة الأحزاب الخمسة. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وآيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولك يا مولانا الجامع ما تذكر في الخلافات، ما في داعي للخلافات. خلافات في شنو؟ الناس يختلف الصلاة نقبض ولا نسدل؟ نجيب الدليل على القبض، أيوة في قيام تمام، نجيب الدليل على السدل بعد القيام من الركوع تمام جدا. الناس يختلف في الصلاة، الصلاة من غير طاقية مكروهة ولا ما مكروهة؟ قال ابن عمر مكروه، قال فلان ما مكروه، كذي تجيب مسائل يختلفوا فيها عادية جدا ما مشكلة. لكن اختلفوا في انه النادي الله براو، اختلفوا فيها. ناس يقولوا نادوا الله براو، ناس يقولوا نادوا الله ومعاه غير الله. ده خلاف بين مسلمين يا ناس، خلاف بين مسلم وغير مسلم يا شيخنا. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ناس قالوا الله براو، ناس قالوا الله وغير الله. الله قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ولك خلافات، خلافات في شنو؟ والله نحن ناس نعلم الغيب. ده خلاف مع مسلمين يا شيخنا، ده ما خلاف بين مسلم وغير مسلم، ما خلاف بين مسلم ومسلم، ده خلاف بين مسلمين وغير مسلمين يا شيخ، لأنه ده بيصادم صريح القرآن. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مش واضحة جدا؟ قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعث. ليه بيبنوا النازل؟ بيبنوا ليه النازل؟ بيبنوا فوق الميت ليه؟ قال تعالى:
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. انت بتبني لجنو مصير يتكسر وحرام في الشريعة. قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. الدنيا ذي تد بتتخرب تمالك هذو الميت محتاج لبنيان. شباب تلقاهم في الحي عزاب وما لاقين يتزوجوا لك ما لاقين محل نسكن فيها ويبنوا على الميت. أنا استغرب في البلد دي والله الذي لا إله غيره. واحدين يدفعوا قروش كمان صدق لوجه الله دارين نبني قبة دي فسينفقونها في قروش زي دي ثم تكون عليهم حسرة لأنه ده تجديد لمعالم الشرك بالله سبحانه وتعالى. طواف بغير بيت الله والله الذي لا إله غيره. والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق شيلوا التراب بركة بركة بركة. البركة من الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يا أخي عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا. الجعل الله سبحانه وتعالى فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. تعال شوف بعد آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. عيسى عليه السلام بركة من الله وتطلب من الله سبحانه وتعالى. هذه ليلة القدر مش فيها بركة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر آية. والله قال في الآية الأخرى دي في سورة القدر في سورة الدخان قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. مش مباركة؟ الزول لو نام فيها ما ذكر الله ولا صلى بيستفيد منها؟ بركة دي تعبد الله سبحانه وتعالى في الوقت المبارك. أول شيء تحدد إنه مبارك بدليل مبارك أي تعبد الله في الوقت المبارك ده. يعني الوقت المبارك ذاته لو جاء عليك وانت تعبد الله ما تستفيد منه بدليل ليلة القدر. مش البيت الحرام مبارك أي مش كانوا في ناس بنوه ذاته وبقوا أعداء لله؟ القريش مش بنوا الكعبة وبقوا أعداء لله؟ ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كعبة مباركة أي تعبد الله فيها. هناك أول شيء تثبت البركة بالنصر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تثبت بالنص إن المحل دي مبارك. واحد بعد أثبت إنها مباركة تعبد الله فيها دي البركة تنال كده. لكن تقول المحل دي مبارك دليلك شنو؟ والله مدفون فيها فلان وديك مدفون فيها فلان. هل قال لك منو مبارك؟ وما أدراك ما مصير فلان؟ أنت عارف مصيره وين؟ حديث في البخاري صحابة ديل أشجع ناس وأقوى ناس. تخيل الصحابة رضي الله عنه أشجع ناس. أبو محجن الثقفي ده بيضرب باليمين والشمال كتيرون كده. خالد وليد ده من أقوى الصحابة. عمر بن الخطاب من أشجع وأقوى الصحابة. علي بن أبي طالب حتى سمي الكرار لقب. الزبير بن العوام ده من أقوى أقوياء الصحابة. بعد ده قال لك في معركة من معارك في البخاري أن رجلا قاتل حتى قال بعض الناس من الصحابة لقد أبلى فلان بلاء حسنا إنه من أهل الجنة. والله الزول قاتل القتال الزول من أهل الجنة. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل النار. من أهل الجنة؟ لا بل هو من أهل النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يعلمون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويعلمون صدق كلامي، وقد رأوا شجاعة هذا الرجل وقتاله. فذهب صاحب له قال لآتينكم بخبري. فلما انتهى الرجل من المعركة قتال ركب فرسه ثم انطلق، فتبعه هذا ثم رجع، يعني الذي تبعه ورجع، فقال صدقت يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال ومما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكر آنفا قيل أنه من أهل الجنة وقلت إنه من أهل النار، اشتد عليه الجرح فذهب فوضع ذبابة السيف في الأرض مع البمسكوها خدتها في الأرض، ثم تحامل على رأس السيف فقتل نفسه. قتل نفسه. شكاية البخاري بوب بابا، باب لا يقال فلان شهيد، وإنما تقول أحسبه شهيد والله حسيب. أنت في حاجات في القلب أنت ما عارفها وحاجات تخفى عليك، ما أدراك أن هذا المكان مبارك، وما أدراك أن فلان من أهل الجنة، أدراك منه. حديث ثاني أخ في البخاري، ده كمان أخو الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وهو عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. عثمان ابن مضعون رضي الله عنه لما مات قالت أمه أم العلاء، ودي أم الرسول من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، لأنها أم عثمان، وعثمان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فقالت أم العلاء هنيئا لك يا أبا السائب، إن الله قد أكرمك، عهدي بك أن الله أكرمك، أو كلمة النحو أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأرجو له الخير، وما أدراك أن الله أكرمه، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه كذا وأحسبه كذا والله حسيبه. قالت والله لا أزكي بعدك أحدا، يعني بعد ما بذكر زول بخير أزكيه إلا أقول أحسبه والله حسيبه أو أحسبه والله حسيبه. فالزول ما يشكر زاي وقوله كذي وكذي، أنت ما بتعرف في القلوب شنو، ويبنوا كلام ده كله مخالف لشرع الله تعالى، ويقول لك يهود ودفع على اليهود، وده زعيم من كبار زعمائهم اسمه محمد منتصر الجزيري، يجيبوه في التلفزيون حسي مشى خلى البلد ذاته، مشى هناك بقى يرسل من واشنطن، هناك ساوي له لغاء او برنامج جايبينه، مش لغاء بيتكلم في منبر في منصه والجماعه قاعدين رجالا ونساء قاعدين، قال لهم قعدنا في الصف الأول في البيت الأبيض، كنت أقول جامع في الصف الأول في البيت الأبيض مع الكونغرس الأمريكي، أنا ما بتقدر تجي معاي في لساني أنت وخذها كذا. بعدين شنو قال في الصف الأول؟ قالوا هيئة لجنة من رجال والكنائس برضو في الصف الأول. قال فخرجنا من هذه الجلسة بالحرب على التطرف، وأن الدين الإسلامي المعتدل هو التصوف يعني صوفية. قال باتفاق أهل البيت الأبيض الجماعة القاعدين دين زكوه اليهود والنصارى، قالوا أنتوا الناس المعتدلين وأنتوا الناس التمام. قبل شهرين أخي الحبيب علي الجفري كنت على يعني في وفد من صوفية السودان، منهم الخليفة الأشعري عبد الوهاب الكباشي اللي زودت، والشيخ الطيب الجد رئيس المجلس الأعلى للتصوف من خلفاء السودان حيث نوب شخصا وآخرين، جلسنا مع الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الصف الأول، الكونغرس الصف الأول، الأمن القومي الصف الأول، الخارجية الأمريكية الصف الأول، ومراكز بحثية وكنائس في ورشة عنوانها مرتكزات التطرف الفكرية، كيف تحارب، كيف يصنع التطرف مالا وفكرا، ووضعنا على مائدة النقاش ما نعرف وما تعرف من هو المتطرف. هذه الورشة خرجت بأن التصوف هو الإسلام المعتدل
وينبغي التعاون ما بين الغرب، ينبغي التعاون ما بين الغرب على مظلة التعايش السلمي بين الأديان، على مظلة تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام. يا أخي ما أقول يا أخي، وده الدين بيأخذه من ديلك وده اللي بيفرحك؟ الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ديل أعداء لله تعالى يا شيخ. قال ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. ويهود ديل مجارمة في كتب قروا إنه قبلة الرسول الكعبة، أرجع تفسير ابن كثير، قروا قالوا الكعبة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام سنة وخمسة أشهر أو أربعة أشهر، الاختلاف بين العلماء، بيصلي جهة البيت المقدس، يتعجبوا قالوا والله الأوصاف الفيو كلها صح، لكن ليه بصلي بيت المقدس؟ بعد الله نزل على الآية قالوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شنو؟ شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. مش كلام واضح؟ جماعة قالوا أوه دينه ده ما صحيح، غير قبلته. وهي مكتوبة عندنا القبلة شنو؟ الكعبة. واحدين طعنوا شكاية الله بدري، قال ليه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء شنو؟ إلى صراط مستقيم. بعدين في نهاية الصفحة قال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأوصاف، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الزور ولده بيغبى عليه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين إلى آخر الآيات من سورة البقرة. فهذا الناس عديل برقوة عديل مشوا البيت الأبيض في الصف الأول ويجي كوركولينا، نحن يهود عقيدتكم يهودية، نحن لا مشينا البيت الأبيض ولا البيت الأبيض بيسوى عندنا شيء، بيتنا ذاته إما جير أبيض بنقلبه بنفسجي لأنه الكتاحة كثيرة في البلد دي، البياض ما بينفع فيه، والله الذي لا إله غيره البيت الأبيض، وقال في الصف الأول كمان، ومسجد يا أخي الصف الأول والصف الثاني، نازل غلبتهم الشغلة والله الذي لا إله غيره، قاعد في البلد دي لف 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 غلبته، دول غلبته الشغلة هنا جابوه في التلفزيون. قالوا يا شيخ هل بيجوز تقول يا أهل الله ويا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا ونظرة يا ونظرة يا شيخ فلان؟ قال ألف وبه، الجواب قال ألف وبه، طبعا بما جابه لليلة ما جابه، قال ألف إذا قصد الله تعالى أو مش قصد الله، قال إذا علم أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى وأن هذا يا شيخ فلان وفلان وفلان ده ما الحقيقة، الحقيقة الله تعالى، يعني تقول يا فلان ويكون الحقيقة ما فلان، يكون الحقيقة يا منو؟ يا الله، أو الفاعل الحقيقي منو؟ الله سبحانه وتعالى. ذي كلام أصلا قال ما في شيء، تقول نظرة يا شيخ فلان ما في شيء، الدليل قال قال تعالى. أنا والله لما خفت قلت في آية يا جماعة الشغلة دي تلخبتت ولا شنو؟ وهي ما في لخبطة، والقرآن ده واضح جدا، لأنه أنا قلت الله قال في القرآن ولا تدعوا من دون الله، والزول ده قال ممكن الشغلة دي، قال قال تعالى، جاب آية لما خفت لما سمعتها فرحت ذات قلت سبحان الله، قال قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول، عليك الله ركز في الكلام ده، الدليل على أنه تقول نظرة يا فلان، قال يوم يقول المنافقون والمنافقات، إذي برامج بتكفيك داري يجيب لك كلام المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم،
قال ده الدليل على انه تقول يا فلان ونظر يا فلان. انظرونا هنا يعني انتظرونا. وهناك دين المنافقون على نحن امرنا باتباع المنافقين ولا باتباع المؤمنين؟ واحد. اثنين، الكلام ده في الدنيا ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة. ثلاثة، انظرونا معناه النظر ولا انتظرونا معناه؟ انظرونا يعني انتظرونا. الدليل باقي الآية، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وديل ادوه نسي نظرة ولا قال لهم ارجعوا ورا ذاته؟ ارجعوا، قال لهم ارجعوا ورا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الحاجة الثانية، مش كان المنافقون جنب المؤمنين؟ هذيل بيتكلموا مع بعض، زولك داس جنبك وزول تلقاه هنا، وده في آخر الدنيا. يا إسماعيل الحقنا، قبته تكسر، الحق قبته دي اتكسرت واتهرست ومشت، انتهى الموضوع. ده كلام طويل وكله هوس، والله باسم الدين ما تبقى مع أي طائف ولا أي جماعة، أبقى مع الحق. والكلام ده أكثر الجماعات تبغضه، بل كل الجماعات الحزبية والطائفية والذين يتعصبون للأشخاص إلى آخره يبغضون مثل هذا الكلام الذي ننطق به. ويعلم الله أننا نريد نجاة الناس، ما تبقى معيزه ذاته. كان جبنا لست قلنا سجلوا أسماءكم وأبقوا طوالي، أبقى مارك قول الشغلة بقت فيها تسجيل، ماذا أن نبقى حرار، أبقى مارك طوالي، والله الذي لا إله غيره.